كانت هذه الأجواء في مدينة سخنين اليوم، وإلى الملف المتعلق بالحرب والقضايا السياسية، إذا أفاد تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر مصرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإخلاء المدنيين من رفح إلى خان يونس ومناطق أخرى تمهيدا للبدء بعملية برية عسكرية في رفح. كما أشار التقرير إلى أن إسرائيل تنوي توجيه قواتها إلى رفح بشكل تدريجي، بحيث سيتم التركيز على المناطق التي يظن الجيش الإسرائيلي أن قادة حماس ومقاتليها يختبئون فيها، وأنه وفقا للتقديرات فإن القتال في رفح سيستمر نحو 6 أسابيع. من ناحية أخرى، أبلغ قائد لواء المركز في الجيش الإسرائيلي يهودا فوكس، أبلغ قائد أركان الجيش هيرتسي هليفي مؤخرا بقراره إنهاء خدمته العسكرية مع انتهاء الدورة الثالثة له في هذا المنصب في شهر آب أغسطس المقبل. يأتي ذلك بعد ساعات من نشر قرار رئيس هيئة الاستخبارات في الجيش أهرون حليفة التنحي عن منصبه. وقالت مصادر إعلامية إنه لا علاقة بين استقالة حليفة وبين قرار فوكس عدم الاستمرار لدورة رابعة في قيادة لواء المركز، لأنه لا علاقة للأخير في الفشل الاستخباري والعسكري الذي وقع يوم 7 أكتوبر الماضي. للحديث عن آخر التطورات الميدانية والسياسية أيضا، ينضم إلينا في الاستوديو الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور ثابت أبو راس، وأيضا الدكتور حسام عازم عضو سكرتارية الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. مساء الخير لكما. مساء الخير. نبدأ معك دكتور ثابت أبو راس. قائد لواء المركز في الجيش يعلن أنه بدوش يستمر، ولكن الأهم رئيس هيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي أو في إسرائيل إعلانه تحمل مسؤولية واستقالة. شو كيف يعني سيكون تبعات لهذه مثل هذه الانسحابات على الجيش من ناحية قوة وهيبة أمام المواطنين؟ واضح جدا أنه هناك في خلاف داخل الجيش، يعني ما حد بده يتحمل مسؤولية داخل الجيش. لكن الحقيقة يقال أنه رئيس شعبة الاستخبارات أعلن أسبوع بعد 7 أكتوبر أنه هو بتحمل مسؤولية وأنه سيستقيل. كان معروف جدا، يعني ما كان مفاجئ، لكن الظرف الآن مفاجئ. انتظر 6 أشهر، أكثر من 6 أشهر واستقال. أنا بعتقد أنه الجيش الإسرائيلي الآن أمام عدم إحراز أي تقدم، أي نجاحات، أي انتصارات باير على الأقل. يعني دمر وخرب وقتل وشرد وجوع شعبنا في غزة، ولكن لا نرى، يعني لا نرى أنه هناك في حل أفق. المضبوط، القضية قضية مع نتنياهو، القضية أكثر سياسية منها عسكرية. نتنياهو مصر يعني ضد موقف حتى الأمريكي، ضد الموقف العام الدولي، أنه مصر أنه فوت على أساس أنه يحرر المخطوفين. أنا بعتقد أنه المخطوفين لن يحرروا في حل عسكري، في التالي هو سيخسر. نتنياهو يعني بيشتغل ضد الوقت، الوقت مش لصالحه. لهذا السبب أنا أعتقد أنه بعد، وللأسف أقول ذلك، بعد العيد مباشرة ستتم عملية هناك. هناك تحضيرات، هناك يبنون حوالي 10,000 الخيم في منطقة المواصي، في منطقة خان يونس. فالتركيز سيكون على رفح نفسها، على هذا الجزء الجنوبي من القطاع. وفي التالي هذا لا يحقق شيء. عندها أنا أعتقد أننا سنرى صيف ساخن سياسيا اللي في التالي، وعسكريا أيضا، لأنه العالم لن يسكت. وخلينا برضو نتذكر أنه المحكمة لاهاي، المحكمة الجنائية الدولية، ستصدر قرار حول، وعلى ما يبدو، السيدين إسرائيل في الإبادة الجماعية، وسيغير اللعبة كلها ضد إسرائيل وحتى ضد الولايات المتحدة الأمريكية. جملة أخيرة فقط، جملة أخيرة، يجب الانتباه انه امريكا ايضا تلعب تكيل بمكيالين. هاي سياسيتها. هذا كنت اريد ان اسالك الدكتور حسام، يعني اكمل. نعم تكيل بمكيالين، 26 مليار دولار دعم عسكري، دعم عسكري لاسرائيل. ومن ناحيه اخرى وعملت فيتو ضد قيام ضم فلسطين كدوله كامله الحقوق في الامم المتحده. هذا يقول كثير. دوله العهر، بس ما هي بتعاقب وحده نيت في الجيش الإسرائيلي بسبب ارتكاب ما أسمته مخالفات عنصرية. سنرى تراجع حتى عن هذا عن هذا القرار. نعم. دكتور حسام عازم، أريد أن أسألك، يعني الآن الشعب اليهودي يعني منشغل في ليلة أول ليالي عيد الفصح، وهذه ليلة مهمة جدا في التقويم العبري، وإلها رمزية ودلالة، لأنه هو يرمز له بأنه عيد الحرية. برأيك بعد انتهاء العيد، يعني أو سواء مرور هذه الليلة، إلى أين سيتجه الجيش الإسرائيلي؟ هل فعلا مدفعياته ودباباته ستتوجه نحو رفح؟ في البداية بالنسبة لعيد الحرية وعيد الفصح، نعم،
أنا أعتقد يوجد مقولة جدا مشهورة: الشعب الذي يحتل شعب آخر هو شعب تغير حر. فهذا احتفال بعيد الحرية هو احتفال رمزي ديني، ولكنه الشعب الإسرائيلي ما دام هو مستعبد الشعب الفلسطيني فهو شعب غير حر. هاي يعني مقولة لابد من أن أقولها. الأزمة داخل إسرائيل الآن وماذا يحدث الآن في الجيش ويخدم مصلحة نتنياهو السياسية، إبعاد النظر عن الأخطاء السياسية وتوجيه الذنب الأساسي على الجيش. هذا دليل أن نجحت سياسة نتنياهو منذ بداية الحرب. تحدث أن الفشل الأساسي هو من المستخبارات، الشعب الأساسي هو من الجيش، لكن الجيش هو ضرع يعمل حسب سياسة الدولة. الحكومة تقرر والجيش ينفذ. الجيش يأتي بخطط عسكرية، ولكن الوجهة النظر التخطيط الاستراتيجي للحرب تقوم في الحكومة. الحكومة عندما تعلن ونتنياهو يتحدث عن الانتصار المطلق ويضع نقاط للانتصار المطلق ولن ينجز أي شيء منها حتى الآن، ولن ينجز شيء لأنه يريد أن تستمر الحرب. استمرار الحرب تعني استمرار وجوده، استمرار الأزمات وأزمة الجيش واستمرار المناوشة. لا يوجد الآن حتى بمعنى الحرب كما بدأت في البداية، عندما الآن يوجد كتيبتين فقط في الجيش في قطاع غزة. إذا يتحدثون عن استمرار الحرب يجب إعادة تجديد الاحتياط والتجهيز من جديد، وهذا يعطي لنفسه وقت. أنا أعتقد إسرائيل خسرت في تخطيطاتها. نتنياهو يلعب في ملعب غير صحيح. هذا من يدير المعركة، من يدير سياسة الدولة ويدير الجيش هو اليمين المتطرف سموتريتش وبن غفير والمصلحة السياسية الضيقة لبيبي نتنياهو. لذلك كل ما يعمله الآن بيبي نتنياهو سيعود بالضرر أولا على الأمن الدولي، ثانيا على الاقتصاد الدولي، ثانيا على البنية الديمقراطية للدولة. فهو سيفشل في كل عمله. أما اللعبة الأمريكية، في أمريكا هي الأخ الأكبر لإسرائيل ولن تتنازل عنها في النقطة الحاسمة. وكل المناوشات التي يقوم فيها بايدن ويقول سنعمل هكذا وسنعمل هكذا ونحن ضد، ولكنه هذا يبحث عن أصواته لأنه هي سنة انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور ثابت، ما يجري الآن، أريد أن أتحدث قليلا عن ما يجري في طولكرم في الأيام الأخيرة، وشاهدنا صور من نور شمس والشوارع والمحلات التجارية التي تضررت. الضفة الغربية يعني كنا نقول مناوشات، كنا نقول اقتحامات، ولكنها هي أشبه بحالة حرب. نعم، أنا بعتقد إنه القضية أصلا مش فقط غزة وجبهة غزة، إنما إسرائيل اليوم وصلت لوضع إنه في فتحة حرب ضد الشعب الفلسطيني ككل. نرى إنه حتى معتقلين، 8500 معتقل من الضفة من 7 أكتوبر، هذول ما اختطفوا ولا راحوا ولا فاتوا على إسرائيل، إنما يعني عايشين حياتهم الطبيعية. نعم يقاومون الاحتلال سياسيا بالأساس، ورأينا أن السلطة تتعاون مع إسرائيل أمنيا على الأقل، ما أحد ينكر ذلك. ومرة واحدة نرى هذه الحرب المجنونة، حرب الانتقام، يعني حرث شوارع في مخيم نور الشمس. عدا عن الشهداء اللي رأينا أكثر حوالي 15 شهيد كان فقط أمس أو الأمس، فحرث الشوارع، هذه الكراهية للشعب الفلسطيني في محاولة لا يعني فكفكة الشعب الفلسطيني كشعب. نعم. يعني الاعتداء على الشعب الفلسطيني مخيف جدا. مؤلم انه هذا كله يعني يحدث في ظل سكوت للشعب الإسرائيلي. الشعب الإسرائيلي يعيش فترة بوست تراوما. احنا بنحكي كثير عن المخطوفين، نحكي عن اكثر المخطوفين، لكن انا بدي اقول هذا البيسح، هذا عيد الفصح الذي يمر هو الأسوأ على المجتمع الإسرائيلي، لما نرى 60-80 ألف إسرائيلي مش في بيوتهم. والآن ونحن نتحدث دكتور ثابت أبو راس، يعني رشقة صواريخ أو قذائف من لبنان باتجاه منطقة صفد، وهناك تسجيل سقوط قذائف في مناطق مفتوحة برضه على الحدود الشمالية. يعني نعم. الأمور غير هذه. نعم، يعني حتى الآن حزب الله يعني يناوش إسرائيل، وأنا أعتقد أنه في هناك من يحاول ضبط هذه الحرب. هذه الحرب، هذه المناوشات إلى لن تكون حرب إقليمية. إسرائيل أيضا انتبه شو قاعد بصير في على يعني على مستوى الإقليم. زيارة رئيس أردوغان للعراق تاريخية، زيارة تاريخية كانت اليوم وأمس. زيارة الرئيس الإيراني للباكستان زيارة تاريخية.
الإقليم يتحرك بشكل سريع ضد السياسة الإسرائيلية والهيمنة الأمريكية. هذا أمر مهم جدا. دكتور حسام، هل ابتعدنا عن سيناريو الحرب المباشرة بين إيران وإسرائيل، خاصة يعني بعد الهجوم الإيراني ثم ما نسب إلى إسرائيل من هجوم، وإيران بتقول ما حصلش عندنا ضرر أو ما نعرفش شو هذا اللي صار، يعني على الأقل منين مصدره؟ منذ البداية أنا كنت أعتقد أنه لن تكون حرب مباشرة بين إيران وإسرائيل. ما حدث في ليلة الصواريخ ورد فعل إسرائيل كان هذا win-win situation، حالة يعني انتصار للإيران ولإسرائيل في نفس الوقت. إسرائيل بعد الهجوم عليها عادت شرعيتها الدولية والدعم الدولي لها، وبدأت تتحدث عن الوضع في الشرق الأوسط والتحالف جديد والتحالف الدولي والتحالف الإقليمي، زاد قوة إسرائيل وعاد نتنياهو البطل الذي دافع عن دولته. وإيران تقول لشعبها أن استطاعت أن أهاجم إسرائيل بشكل مباشر من الأراضي الإيرانية لأول مرة، فعاد كأن له كرامة وجهه. ولكن الحقيقة تقول أنه هذا كأن له استفاد من هذه العملية وهذا استفاد من العملية، وفي الآخر اللي خسر على حسب رأي الشعبين. نحن عندما تكون المعركة ليلة واحدة تكلف دولة إسرائيل 2 إلى 3 مليار شيكل سيدفعها المواطن، يتحدثون عن ارتفاع ضرائب جديدة 18% ضريبة، وهذا الشيء يدل على أن الوضع القائم لن يستد حدة وتتحول إلى حرب مباشرة بين إيران وإسرائيل لمصلحة الأمرين، إلا إذا جن جنون نتنياهو ووجد نفسه في زاوية سياسية. دكتور ثابت أبو راس، بدي أحكي شوي عن انتخابات الكنيسة اللي قد يعني لبيد بده إياها بعد كم شهر، نتنياهو بده إياها بعد كم سنة. السؤال الآن في استطلاعات الرأي الأخيرة هناك نوع من التعافي لنتنياهو اللي يعني بحصل على عدد مقاعد أكثر مما كان في بعد 7 أكتوبر، برأيك شو السيناريوهات الممكنة لانتخابات الكنيسة القادمة؟ المجتمع الإسرائيلي يذهب إلى اليمين واضح جدا، حتى يعني مؤسف جدا أنه التقسيم يكون حول مع نتنياهو ضد نتنياهو، فكثير بحسبوا مثلا ليبرمان على معسكر المعسكر ضد المضاد نتنياهو ضد نتنياهو، ولكن هو يميني، وأنا بعتقد هذا خطأ جدا. أنا بعتقد أنه حتى الآن في هناك تساوي بين المعسكرين، المعسكر السيء واللي أسوأ، خلينا نسميه بهذا الشكل. يعني حتى لبيد للأسف لا يتكلم عن دولة فلسطينية، بلاش نحكي عن جانس، ولكن لهذا السبب نقول المعركة هي على الصوت العربي هذه المرة أكثر من أي وقت مضى. كيف يعني دكتور؟ أنا بعتقد أنه العرب حان الوقت يقرر شو اللي بدهم إياه، فيش هاي قضية الشعارات وفقط، العرب يجب أنه يطلعوا يحمي. شو تقصد؟ أنا بدي المواطن العرب يطلع يحمي مواطنته المنقوصة. نعم احنا نعيش في دولة عن طريق التصويت بنسبة 70% أو أكثر، بالضبط مثل نسبة التصويت في المجتمع اليهودي. عند ذلك اليمين لا يمكن، وأنا أقول اليمين أنا قصدي عن سموتريتش وبن غفير اللي بحاولوا، يعني خلينا نحكي بصراحة، في هناك نصف كاسة مياه ملاني في المواطنة تبعتنا، هذه الدولة عنصرية، هذه الدولة فيها قوانين عنصرية، في هناك بوادر فاشية مخيفة جدا. أنا بعتقد أنه لازم ندلي بدلونا أكثر، تأثيرنا يكون أكثر من خلال نوصل 17-18 عضو كنيسة بقائمة واحدة ولا قائمتين؟ يا ريت يعني في هناك محاولات الحديث عن قائمة واحدة مشتركة مع كل الخلاف، حتى لو بروحوا أدهوك بلوك تخني ما يسمى، وبعد كل واحد يروح في طريقه. يعني الوحدة العربية مهم جدا من أجل إخراج الناس للتصويت. دكتور حسام، ولكن حتى لو راحوا في حزبين برضو مليح يتعاونوا مع بعض، والمهم أنا وأنت وحسام شو راح نعمل من أجل إنجاح هذه القائمتين أو القائمة الوحدة المشتركة من أجل إيصال 17-18. دكتور حسام شو رأيك؟ واضح نتائج الانتخابات ستكون بعد إفرازات الحرب، كيف تنتهي الحرب، أي أسلوب ستنتهي الحرب، أي موقع سينطلق نتنياهو للانتخابات القادمة، هاي من ناحية بشكل عام. أما بالنسبة للجماهير العربية مهم جدا، وأحد المهام الأساسية للجمعية العربية هو الخروج للتصويت، هاي لا نقاش عليه. ما يجري الآن من بسبب الحرب، والآن ما يجري من هدم بيوت، عودة هدم بيوت، ألن يكون دافعاً لخروج الجمعية العربية بأكثر للتصويت؟ يجب أن يكون دافع يجب. ويجب أن يكون عمل منظم، عمل كل الأحزاب السياسية بشكل منظم بشكل توعية من الآن، مش في الدقيقة 90. وقضية حزب أو حزبين، أنا حسب رأيي للمجتمع العربي يحق أن يكون له أكثر من رأي، تعددية. رأي واحد. صحيح وحدة الجماهير العربية النضالية أهم من وحدة الجماهير العربية الحزبية. نعم. يعني أننا نتجمع
في ضد في قائمة واحدة؟ لا، نتجمع في كل النضالات الشعبية ضد حكومة التمييز العنصري، ضد الاضطهاد، من أجل السلام، من أجل المساواة، من أجل العدالة الاجتماعية. نعم سنكون مع بعض ويجب أن نكون مع بعض، ولكن في قضايا السياسية توجهاتنا إلى كيفية إدارة الدولة. نحن يحق لنا أن نكون هذا الاختلاف لا يحول إلى خلاف. كل الشعوب الواعية وجد عندها أفكار مختلفة. هاي الأفكار حتى الأقليات، حتى الأقليات يحق لكم أن تختلف، ولكن أن تتوحد على القضايا الأساسية التي تخدم الجماهير العربية. الجماهير العربية يجب أن تفهم أن مصيرها موجود بين يديها. ماذا يحدث الآن بعد إفرازات انتخابات البلديات؟ إذا وصلنا استمرت سياسة العائلية ستنتج إنه البلديات لن تكون ناجعة في عملها. تريد أن تخدم مجتمعك، تحول هذا المجتمع إلى مجتمع أكثر حضارة، أكثر ديمقراطية. إذا تريد أن تخدم مجتمعك سياسيا على أساس الدولة، يجب أن تخرج تصوت، تدعم فكر أنت تؤمن فيه، بغض النظر أن نحن جماهير واحدة. نحن ليس صوت واحد في الانتخابات، ولكن صوت واحد ضد الاحتلال، من أجل السلام، من أجل المساواة. سؤال أخير لك دكتور ثابت أبو راس، بخصوص تكلفة الحرب. وأنت ذكرت، الدكتور حسام ذكر كم كلفت ليلة التصدي للصواريخ. المواطن الإسرائيلي بدأ يدفع ثمن فاتورة الحرب من جيبه. أولا بدي أقول بس جملة واحدة للي قاله صديق حسام، رفيق حسام، أنه أنا بعتقد السلوك السياسي للأحزاب مهم جدا يكون أكثر مسؤول. شفنا في الانتخابات الأخيرة خسرنا، يعني اللي صار مع التجمع والجبهة والعربية للتغيير وعدم الاتفاق في الدقيقة 90 أضر في مصلحة الجمعية العربية. أنا بعتقد مهم جدا أن نروح، عندنا رؤية، أنا مع الجبهة النضالية كما قال حسام، ولكن أيضا ما نخسرش ولا صوت. بدها أكثر مسؤولية من ما التصرف يكون بشكل آخر. رأينا أنه إحنا ساهمنا من حيث لا ندري في هذا الوضع اللي مش مقصود يعني، ولكن ساهمنا في التالي بسبب النتائج. أنا بعتقد الحرب، نعم، 6 أشهر إسرائيل معتادة على حروب، يعني زبيق بقبرنه أضرب أسبوع أسبوعين 3 أسابيع وتنهي الحرب. أنا بعتقد أنه الآن إحنا بنشوف فيش حرب خاطفة، حرب استنزاف، حرب أكثر من ستة أشهر. هذا معناه أنه في استنزاف اقتصادي، سياسي، اجتماعي للمجتمع الإسرائيلي. بطل يتحمل المجتمع الإسرائيلي. أنا بقول لك في هجرة إسرائيلية يهودية وأيضا شوية عربية بدأت، وهذا مؤسف جدا. أنا بعتقد أمريكا مش رايحة تظلها يعني تعطي إسرائيل بشكل حر هذه العشرات المليارات من تسليح وغير تسليح. العالم أيضا الأوروبي، الأوروبيين يعني تعبوا من هذه الحرب. ولا ننسى أنه في هناك تحديات أخرى أمام الغرب وأمريكا، أوكرانيا. الآن في هناك تسخين للمحيط الهادئ، مياه المحيط الهادئ. الصين من جهة، وأمريكا تحاول تبني تحالف مع الفلبين واليابان، جر اليابان مرة. يعني في هناك توتر اللي ممكن يصل عالمي، ليصل لحرب عالمية ثالثة. دكتور حسام، سؤال أخير، ممكن أن نرى إعادة تشكيل التحالف الثلاثي مع التجمع، جبهة العربية تغيير التجمع؟ سامة أبو شحادة قال في مقابلة بأنه أنا مستعدين لأي شيء من النوع، ولكن يجب على الإخوة في الجبهة الاعتذار عما حدث. لابد انك سمعت هاي الجمله. مضحك انه اولا انا احكي باسم الجبهه. انا الجبهه تعمل كل الامكانيات وكل ما بقدرها من اجل هذه الوحده الثلاثيه. واضح جدا في امكانيه دكتور. طبعا في امكانيه، هنا يجب ان نبحث الطرق والوسائل، مش تبدا نبحث عن الغلط وتعال تاسف لي وتاسف ليش. المسؤوليه الكبرى أن نتعالى عن كل شيء من أجل المصلحة العامة، أن نتعالى وليس نبحث. أقول لسامة مش حد تعمل تيكي وكل كل تعمل تيكي. تعال نقعد حول الطاولة ولا نخرج من الطاولة. في مشاورات دكتور؟ رسميا أولية يعني. رسميا لا يوجد، ولكن يوجد خطأ. يعني الجبهة ترى أنه من واجبها أن تعمل كل ما بإمكانها من أجل أن تعمل أكبر تحالف. جبهة تحالفية في البلاد الجبهة العربية. أريد أن أشكركما شكرا جزيلا، دكتور ثابت أبو راس الأكاديمي والمحلل السياسي، الدكتور حسام عازم عضو سكرتارية الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. شكرا لكما. مشاهدونا والمشاهدات الأعزاء، فاصل ونعود مع المزيد من الملفات.